يقول لقد أديت فريضة الحج مقرنا مع العمرة وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين، وأديت العمرة ثم وقفنا يوم وقفة العيد على جبل عرفات، ومن ثم بتنا ليلة العيد في منى. وفي صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الأضحى، ثم عدت وذبحت الهدي لله ورجمت يوم العيد وثاني وثالث يوم العيد، أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد. ثم أنني غادرت مكة وفكيت الإحرام ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة للطواف حولها، فهل طوافي يوم العيد يسد من غيره؟ وأسألكم أفيدون، هل الحج هذا عليه نواقص أم لا؟ ولكم جزيل الشكر. الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ يقول إنه حج مقرنا ثم أدى عمرته قبل الوقوف بعرفة. نعم. وهذا العمل يعني أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة ليس عمل القارن، بل هو عمل المتمتع. وعلى كل حال خيرا فعل، لأن القارن ينبغي له أن يحول نيته إلى عمرة ليصير متمتعا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي. وفي قصته هذه ذكر أنه بات ليلة العيد بمنى. نعم. وهذا لا يجوز، يجب أن يكون المبيت ليلة العيد بمزدلفة، إلا أنه يجوز الانصراف من مزدلفة للضعفة من الناس في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل. أما غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى صلى الفجر وأتى المشرع الحرام فوقف عنده حتى أسفر جدا، وقال لعروة بن المضرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفر. وهذا يدل على وجوب الإقامة من مزدلفة إلى صلاة الفجر. والأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها، وهو تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفع بليل، دل على جواز الدفع عند الحاجة في آخر الليل. هذا مما يؤخذ على هذا الأخ في قصة حجه إذا كان قد ضبط. ثالثا، ذكر الأخ أنه في يوم العيد طاف للوداع، ولعله يريد بذلك طواف الإفاضة فأخطأ في تسميته، بدليل أنه قال في آخر سؤاله إنه خرج من مكة وفك إحرامه ولم يتيسر له الرجوع للطواف حول البيت، مما يدل على أنه أخطأ في التسمية. نعم. في قوله إنه طواف الوداع في يوم العيد. وعلى هذا فإذا كان نوى للطواف يوم العيد طواف الإفاضة يعني طواف الحج فهو صحيح، وقد أدى ما وجب عليه، أدى ما وجب عليه من طواف الإفاضة. وأما كونه خرج من مكة ولم يطف للوداع فهذا خطأ، والواجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لكنه رخص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية هنا أخبر أنها طافت طواف الإفاضة وقبل أن تحيض قال: فلتنفر إذن. ولحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وبقي أيضا في قصة الأخ ملاحظة، وهو أنه لم يذكر السعي في الحج، وظاهر حاله أنه لم يسعى. فإن كان الرجل بقي على قرانه وأراد بقوله فيما سبق في أول سؤاله أنه أدى العمرة قبل الوقوف بعرفة، أراد أنه أدى أعمال العمرة مع بقائه على القران، فإن سعيه الأول يجزئه لأنه سعي بعد طواف القدوم. وإن كان أراد بأنه أدى العمرة حقيقة العمرة قبل الطواف وتحلل بين العمرة والحج فقد بقي عليه الآن سعي الحج، فعليه أن يعود إلى مكة ليؤدي سعي الحج. وحينئذ لا يجوز له أن يقرب أهله حتى يفعل، لأنه لا يكون التحلل الثاني إلا بالسعي.